اختلفت لغاتهم، ألوانهم ومعتقداتهم، لكن لغة واحدة ورسالة واحدة استطاعت أن تجمعهم على مسرح واحد بمدينة الفنون أصيلة طيلة فترة الدورة 41 لموسمها الثقافي الدولي، حيث غنوا للحب والسلام في أوبيريت ومهرجان غنائي بطعم الأنغام السمراء للقارة الإفريقية. حجوا بأصواتهم وطبولهم إلى أرض السلام المغرب، القلب النابض للقارة الإفريقية كما أسموها، حاملين هموم شعوبهم وأحلامهم بين أوتار الجيتارة وقوافي الأبيات الشعرية، في مزيج ساحر بين الفن الجناوي والسامبا البرازيلية والطرب الأندلسي المغربي والإيقاعات الإفريقية. وتعتبر هذه اللوحة الفنية التي أبدعها الفنان ماريو لوسيو سوسا ثمرة تعاون مشترك ساهمت فيها الشخصيات الفنية من مختلف الشرائح الموسيقية التي أحيت السهرات السابقة لدورة هذه السنة، على رأسهم الفنانة المغربية نبيلة معن والفنان الأنغولي تشالو كوريا والفنان السنغالي دودو كواتي، فضلا عن كل من مجموعة سيمنتير العريقة من الرأس الأخضر ومجموعة وادة المغربية للفن الجناوي وغيرهم. الأوبيريت استطاع ترجمة ما تزخر به القارة الإفريقية من تنوع موسيقي من الجنوب إلى الشمال، وما يمكن أن تقوم به نشوة الأوتار المتراقصة وفرحة الانعتاق من أسر الحدود الجغرافية، وكأنهم يحاورون القول إن من لا ينصت للموسيقى لا يعرف غبطة الفردوس الروحي ومعنى انتصار الفن على الحزن والألم ومقاومة العنصرية وتحقيق العدالة الإنسانية. فالموسيقى التي قدمها كل من ساهم في إحياء دورة هذه السنة كجزء حي ونابض من حياة الشعوب وبوصلة دقيقة لمعرفة اتجاه المجتمع الإفريقي وحالته النفسية والأطوار الاجتماعية التي يمر بها. ففي فترات الهزائم الكبرى والحروب عادة ما ترتقي الموسيقى إلى المراتب العليا.